غيمة رعدية تزمجر بحجم جبل عملاق تتجه صوبك. إنها سوداء بالكامل بتباين تام مع السماء الزرقاء الصافية فوقك وخلفك مباشرة. ترى وميضا ساطعا يعمي الأبصار، وفي غضون ثوان تسمع صوت الرعد الذي يصم الآذان. وبعدها تتهاطل الأمطار بغزارة من السماء فتزداد قوة الرياح، وترى قمم الأشجار تنحني ناحية الأرض على بعد كيلومترات وتقترب مع كل ثانية. تتسمر في مكانك وتدرك بأنه لا مفر منها. حينما تصل إليك الأمطار تقريبا تتوقف حركتها فجأة، وعلى بعد أمتار أمامك ثمة فيضانات حقيقية، لكن حيث تقف بالضبط المكان جاف تماما ومشمس حتى. وبعد فترة وجيزة تسكب الغيمة الرعدية الحانقة آخر قطرات المطر وتتبدد أمام ناظريك. إن رؤية حافة المطر ظاهرة نادرة لكنها ليست مستحيلة. ينبغي أن تكون الأمطار غزيرة للغاية حتى لا تتمكن الرياح من تفرقة قطرات المطر من مسارها العمودي. إن كانت الأمطار خفيفة ستتمكن من رؤية حوافها من بعيد، ستبدو باللون الرمادي الفاتح من السماء حتى الأرض. لقد انتهى حمام المطر، ويا للعجب، ما هذه الغيوم؟ تبدو مخيفة للغاية. حسنا لا تقلق، تسمى سحابة ماماتوس وهي حميدة تماما، تظهر غالبا بعد عاصفة عنيفة أو إعصار أو قبلهما. تتشكل الغيوم عادة بفضل الهواء الساخن المتصاعد في الجو، لكن هذه السحب تتشكل بسبب نزول الهواء البارد الذي يخلق جيوبا من الجليد والماء تتدلى إلى الأسفل في شكل فصوص مميزة، لكنها لا تظل لوقت طويل، 15 دقيقة كأقصى تقدير ومن ثم تختفي. قد يصبح الطقس أكثر غرابة، فمثلا قد تمطر السماء حيوانات. في سنة 2009 شهد سكان إيشيكاوا في اليابان مطرا لم يسبق لأحد رؤيته. لقد أمطرت السماء شراغيف. السبب الأول هو الرياح التي كانت قوية في ذلك اليوم لدرجة أنها رفعت وحملت كل هذه الشراغيف بسرعة هائلة. والسبب المحتمل الثاني هو أن الطيور الكبيرة مثل النوارس قد أسقطتها أثناء تحليقها إلى أعشاشها. يعتقد بعض العلماء بأن هذه المخلوقات قد سحبت من الأرض بسبب إعصار قمعي مفاجئ ومن ثم أمطرت السماء وأعادتها إلى الأرض. بالمناسبة في ذلك اليوم لم يجد الناس الشراغيف فحسب، بل الضفادع والأسماك بدلا من البراك. وأجل، قد تمطر السماء الديدان أيضا. يدعي بعض الناس بأنهم رأوا أمطارا من الثعابين. مخيف. ليس المطر أمرا غير اعتيادي في أوكفيل في واشنطن، لكننا لم نجد بعد أي تفسير مقنع لما حدث في ذلك اليوم. فبدلا من قطرات المطر المعتادة شاهد الناس كتلا شفافة شبيهة بالجلي تتهاطل من السماء. أولئك الذين اقتربوا كثيرا من هذا المطر قالوا بأنهم مرضوا في اليوم التالي. ويعتقد بعض الناس أن هذه الأمطار ربما تكون قناديل بحر متبخرة سببت المطر، أو ربما نفايات من طائرة تجارية. حدث الشيء ذاته تقريبا في سنة 2012 في دورست في إنجلترا، إذ خلال عاصفة برد وجد الناس كرات جيلاتين مع حبات البرد. جمع الباحثون هذه الكرات اللزجة ووضعوها في ثلاجة لدراستها في وقت لاحق، وتبين أن ذلك ليس ضروريا بما أن كتل الجلي لم تذب في درجة حرارة الغرفة. لا أحد متيقن بعد من أين تأتي هذه الكرات، لكن الفكرة الأولى تقترح أنها بيض لحيوان مائي ما حملته الطيور عاليا في السماء. لكن أثبتت الاختبارات أن مادة الجلي كيميائية وتعمل بمثابة غلاف للماء، وتستعمل في العديد من المنتجات الصناعية وحتى في الكابلات لحمايتها من الماء. في عام 2009 شهد الناس في إيشيكاوا نوعا من الأمطار لم يروا مثيلا من قبل، حيث أمطرت السماء صغار ضفادع. السبب الأول لهذه الحادثة هو قوة الرياح، فقد عصفت وحملت معها كل تلك الضفادع الصغيرة لمسافات بعيدة. والسبب الثاني المحتمل هو أن الطيور الكبيرة كطيور النورس أسقطتها بينما كانت تحملها إلى أعشاشها. ويعتقد بعض العلماء أن إعصارا رفع هذه الكائنات الصغيرة من الأرض ثم سقطت مع المطر في وقت لاحق. بالمناسبة لم يجد الناس في وقتها الضفادع الصغيرة فقط، بل وجدوا أيضا الأسماك والضفادع الكبيرة والديدان أيضا. وادعى البعض رؤيتهم لأمطار من الثعابين. يا إلهي. في
في عام 1876 كان الجو ربيعيا وجميلا في مقاطعة باث في كنتاكي، وكانت السيدة كراوتش تصنع الصابون في حديقة منزلها عندما لاحظت فجأة أن السماء تمطر لحما. لم يكن لحما مفروما، ووصل قطر القطع التي سقطت عليها مباشرة إلى 7.5 سنتيمتر. تطوع شخصان شجاعان لتجربة تلك اللحوم المروعة مجهولة المصدر، وقالا بأن مذاقها كلحم الضأن أو لحم الغزال، لكن يبدو أنهما لم يكونا من عشاق الطعام، إذ تبين لاحقا أنه لحم بقري. سجلت حالات كهذه في أوروبا، والتفسير المنطقي الوحيد لهطول اللحم من السماء هو إسقاط الصقور المحلقة لقطع كانت تنوي أكلها على الغداء. عند تخليها عن حمولتها تصبح أجسامها أخف وزنا، ويصبح الطيران أسهل. واو، ليتها تمطر علي دونت ولو لمرة واحدة. هطول الأمطار ليس أمرا غريبا في مدينة أوكفيل بواشنطن، إلا أنه كان كذلك في مرة، وليس للحادثة تفسير واضح حتى الآن. بدلا من قطرات الأمطار العادية، لاحظ الناس قطرات شبه شفافة تشبه الهلام تتساقط من السماء على مساحة بلغت 50 كيلو مترا مربعا. عانى الأشخاص الذين تعرضوا لهذه القطرات من التعب في اليوم التالي، وعندما درس العلماء الفقاعة الصغيرة وجدوا فيها خلايا دم بيضاء بشرية، لكن التحاليل التي أجريت لاحقا دحضت ذلك. يعتقد البعض أنها قناديل بحر قد تبخرت وسقطت مع المطر، أو لعلها مجرد نفايات من إحدى الطائرات التجارية. تكرر ذات شيء تقريبا في سنة 2012 في عاصفة هبت على دورسيت في إنجلترا، حيث وجد الناس كرات جيلاتين مع حبات البرد. جمع الباحثون هذه الكرات اللزجة وحفظوها لدراستها لاحقا، لكن تبين أن هذا لم يكن ضروريا، إذ لم تذب القطرات اللزجة عند وضعها في درجة حرارة الغرفة. لا أحد يعلم على وجه اليقين مصدر هذه الكرات، لكن أول الأفكار التي طرحت اقترحت أنها بيض حيوان مائي حملته الطيور في السماء، لكن التحاليل اللاحقة أثبتت أن المادة الجيلاتينية هي مادة كيميائية تمتص الماء وتستخدم في العديد من المنتجات التجارية كالأسلاك لحمايتها من الماء. تشتهر العناكب الأسترالية بسمعتها السيئة، وحتى أنها تعلمت الهطول من السماء لإخافة الناس. أمطار العناكب شائعة جدا في أستراليا بسبب طريقة غزل العناكب لخيوطها، حيث تتسلق هذه العناكب الأشجار ثم تغزل خيوطا حريرية، وهذا ما يجعلها تطير مع الرياح القوية. لا يلاحظ الناس هطولها في أغلب الأوقات، ولكن مئات العناكب تتسلق الأشجار في الشتاء، مما يزيد احتمال حدوث الظاهرة. يقول الناس أنه عند هطول المطر أو تساقط الثلج يمكن أن ترى العناكب تهبط من تلك الشباك كأنها بالونات تتعلق بالسقف. إن سنحت لك الفرصة من قبل لزيارة نهر ميكونغ، فربما يحالفك الحظ وترى الكرات المتوهجة وهي ترتفع من الماء للأعلى مباشرة. يطلق السكان المحليون على هذه كرات ناغا النارية. تتفاوت هذه الكرات في الحجم، فمنها الصغيرة كحبات الكرز والكبيرة كثمار البطيخ. يمكنك رؤية العشرات وأحيانا الآلاف منها ليلا، ولا يملك العلماء تفسيرا أكيدا لهذه الظاهرة. من المحتمل أن هناك غاز قابل للاشتعال ينبعث من المستنقعات، ومع ذلك هناك أسطورة محلية تدعي أن السبب هو ثعبان عملاق يعيش في نهر ميكونغ. الشاهقة المائية هي إعصار لا يحدث على اليابسة بل على الماء. يمكن لهذا الإعصار أن يصل لسرعات هائلة. يتجمع الماء ويسحب للأعلى جزئيا، ومعه قد تنسحب الأسماك والسلاحف في الهواء. في الحقيقة يمكن أن تكون هذه الظاهرة التفسير لحوادث هطول الأسماك. قد يحدث الشيء ذاته على الثلج لكنه نادر جدا، إذ لم تسجل سوى 6 صور للشاهقات الثلجية، 4 منها حدثت في أونتاريو. يتطلب حدوث هذه الظاهرة أن يكون الماء دافئا بدرجة كافية لإنتاج الضباب، بينما الهواء بارد جدا، وهذا شبه مستحيل. الحمم حمراء والسماء زرقاء. أنا في الجانب المشرق يا أصدقاء. حسنا، هذا من تأليفي، لكن الجزء المتعلق بالحمم الحمراء يمكن أن يتغير. هذا صحيح، خاصة إن رأيت الحمم المتدفقة من بركان كوا إيجن في إندونيسيا. إنها حمراء اللون في النهار، لكنها تتحول ليلا إلى اللون الأزرق الساطع. لا سر وراء هذه الظاهرة، ما هي إلا أطنان من حمض الكبريتي. هذا البركان شهير أيضا لاحتضانه أكبر بحيرة بركانية حمضية في العالم.
الماء هناك فيروزي اللون لدرجة تغريك بالقفز فيه فور رؤيته، ولكنك خمنت على الأرجح وجوب تجنب ذلك. النار المشتعلة في ذلك البركان زرقاء أيضا، إنها أكبر نار زرقاء في العالم ويصل ارتفاعها إلى 5 أمتار. قد يبدو الماء في بعض الأماكن شفافا كالزجاج، لكن هذه البركة الملحية البيضاء تبدو كنوافذ أو بوابات إلى العالم من تحتها. اكتسبت هذه البرك مظهرها بفعل تبخر الملح، ويمكنك العثور عليها في فرنسا والهند، لكن أحواض ملح كارجيل في خليج سان فرانسيسكو تبدو أكثر روعة بسبب ألوانها النابضة بالحياة. تتنوع ألوان هذه الأحواض، فمنها الأزرق الداكن والأخضر العشبي والبرتقالي والقرمزي والأحمر الفاقع والأرجواني. هذا الاختلاف راجع إلى تفاوت الملوحة والكائنات الدقيقة التي تعيش في الأحواض. على شاطئ بحر البلطيق في منطقة كالينينغراد روسيا، توجد حديقة وطنية غامضة تسمى الغابة الراقصة. كل أشجار الصنوبر هناك ملتوية ومعوجة. ظهرت هذه الغابة في أوائل الستينات عندما زرعت أشجار الصنوبر لتدعيم الكثبان الرملية في تلك المنطقة. ربما تكون الرمال المتحركة هي السبب في انحناء الأشجار بهذه الطريقة، أو ربما تكون الرياح العاتية التي تهب على الغابة. يدعي البعض أن للغابة قوى خارقة، ويقولون أنها مكان لالتقاء الطاقات الإيجابية والسلبية. ويعتقد السكان المحليون أنك إن عبرت من إحدى الحلقات الموجودة في تلك الأشجار فستمتد حياتك لعام إضافي. الهمهمة المسموعة في تاوس في نيو مكسيكو تدفع السكان المحليين إلى حالة من الجنون منذ 90ات القرن الماضي. الطنين منخفض التردد يمنعه من النوم بشكل طبيعي، ورغم المحاولات الجادة التي بذلها العلماء في البحث عن مصدر الطنين إلا أنهم فشلوا، فألقوا باللوم على الأجهزة الميكانيكية وحتى الحيوانات. أما الهمهمة التي سمعت في ويست سياتل فقد كانت صادرة عن سمك الضفدع، وقد سجلت أشكال مختلفة من الهمهمة في المملكة المتحدة وأستراليا وبعض مناطق الولايات المتحدة، لكن لحسن الحظ لا يسمعها سوى 2% من سكان العالم. الغيوم البراقة أو السحب الليلية نادرة جدا، لأنها لا تتشكل إلا في الصيف، ولا يمكن رؤيتها إلا عند خطوط العرض الواقعة بين 50 درجة و70 درجة في الشمال والجنوب. لرؤية هذه الغيوم يجب أن تكون الشمس تحت الأفق وأن تتواجد الغيوم في نطاق ضوء الشمس المتبقي. هذا ممكن للسحب الموجودة في الجزء العلوي من الغلاف الجوي على ارتفاع 80 كيلومترا. لا يمكننا رؤية هذه السحب نهارا لأنها عالية وباهتة جدا. الحلقات الخيالية والمعروفة أيضا باسم حلقات الجنيات، حلقة غامضة من الفطر تظهر في الأراضي العشبية ومناطق الغابات. عجز العلماء عن تفسير ميل الفطريات لتكوين دوائر شبه كاملة، لكن الأسطورة تزعم أن رقص الجنيات يحرق الأرض ويؤدي لنمو سريع للفطر. في الواقع هذا صحيح جزئيا، إذ ينمو الفطر في الأماكن التي يذبل فيها العشب. يمتد نهر الأمازون أحد أطول الأنهار على الأرض لمسافة 6500 كيلومتر، وذلك أطول من المسافة بين فيينا ونيو دلهي. ولكن هناك نهر واحد في أمريكا الجنوبية أطول من نهر الأمازون بمرتين. أضف لذلك أنه أعرض ولم يره أحد من قبل. إنه توأم الأمازون والمسمى بنهر حمزة، ويجري على عمق 4 كيلومتر تحت الأرض. اكتشف العلماء هذا النهر قبل 10 سنوات في عام 2011. لا ترمش وإلا ستفوت أندر ظاهرة جوية. عفاريت البرق عبارة عن تفريغات كهربائية في السماء تشبه إلى حد ما الشفق القطبي. إنها قوية جدا، أقوى بحوالي 10 مرات من أي برق عادي، لكنها لا تدوم لأكثر من بضع ثوان. تم تصويرها لأول مرة في عام 1989، ولا يزال عدد الصور ومقاطع الفيديو التي ترصدها قليل جدا. لإنشاء مقطع فيديو يظهر عفاريت البرق بوضوح يجب أن يلتقط حوالي 7000 لقطة في الثانية. حسنا، أنا أنسحب.